طول اعماركم بيض الله وجيهكم. وهذا الحلوه مما يتفاخر به اهل الجوف، صح ولا لا؟ هذه يعني صحيح. من المقدمه في الموائد. وانا قريت معلومه حتى لها، يعني المعلومه تقول اول شيء تميز بمذاقها الرائع، وهي افضل التمور واجودها بعد مرحله الكنز والحشو. صحيح. تصبح مجرشة أو مجروشة أو مدبسة اللي هي حلوة الحلوة. ما شاء الله مذاكر زين أبو. نعم حسن زيك ألعب في الشارع. أمي تقول ذاكر لأن عندك حلقة الجوف. أنا تعبان والله. أخو سامي على طاري حلوة الجوف. ما شاء الله ما شاء الله. في عندنا نبتة. شوف على الشاشة، شوف طالع معنا على الشاشة. اسمها ما شاء الله. مخرجنا كريم والأستاذ أبو هشام الموريدي معنا في الكنترول، يعطيهم العافية. يعطيهم العافية. اخر مره تقاطعني ولا مره اخر مره ما تعيد هذا. خلك اللي يقوله انه على طاري حلوه الجوف انه في عندنا نبته السمح. هذا نبات يعني حولي، يعني سبحان الله ينبت بعد سقوط الامطار، وغالبا يكون في الموسم، واحنا جايبين منه عينه الله في الله. في طاوله هذا عبارة عن ورق يعني نبات زهر. لا لا هو عبارة يعني أشبه بالزهر. نبات وبعد بعلي. إيه بعد ما حقيقة إنه يعني هذا اللي تشوفه الآن الدقيق هذا أي. أساساً استخلص من 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 من, من زهرة السمح اللي أي. نسميها الكعبر، وهي زهرة صغيرة يوجد بها يعني قبل ما يطحن، وهو حقيقة يمكن أصغر من حبات السمسم، صغير جدا، ويستخرج من خلال الماء بعد ما ينقع في الماء، ثم يكون في الأسفل يتم استخراجه ثم طحنه وتحميصه، وحقيقة يخلط مع حلوة الجوف بأكلة شعبية مشهورة اسمها البكيلة. البكيلة شتوية ولا صيفية؟ هذه شتوية غالبا. زيت ولا سمن؟ شتوية غالبا. سمن مقاديرها إيه؟ بالله ترسلها لي على الواتساب. الموضوع هذا يهمني حتى تحتسب يعني تعيد الشرح. في استطراد في مواضيع الاكل. هذا المحور بنطول فيه شوي. هذه حقيقة أكلة يعني أكلة جميلة، وهو يعني نبات السمح فيه فوائد كثيرة، وعلى فكرة هو ما يوجد يعني حسب معرفتي أنا ما يوجد في الشرق الأوسط إلا في منطقة الجوف. ما شاء الله. وهذا اللي يميزه هو مذاقه. أنا يعني بالنسبة لي أول مرة أسمع فيه والله. لكن فائدة عظيمة. في ناس على فكرة يخلطون بينه وبين الدخن. لكن لا، هو الدخن منتج أو نبات، والسمح نبات. يكفي عندكم ما شاء الله. الدخن اللي نحطه مع الشعذاء. هي خاورها ما يحتاج. وهذا الدخن. ويكفي عندكم برضو الفقع. صح ولا لا؟ والفقع صحيح صحيح، هذا عاد مشترك احيانا حتى يكون في الشرقيه هو موجود، بس عندكم يعني اذا جيت زرت الجوف تعلموني المكان اللي فيه ولا ما يحتاج انت تعال بس طيب. انا حتى قطعتك ابو عمر عن تقول انت قريت عن الحلوه، كملتها بس المعلومه عشان انا قلت عنها اللي موضوع وفي برضه من المعلومه انه يفضل الاهالي المنقد، يسمونها كذا المنقد منقد ها اللي هو نصفها ناضج والاخر غير اللي هو البسر المناصيف اي المناصيف.